مرحبا، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. كيف نحط اي مقطع موسيقي، موسيقى، اغنية، اي مقطع تبغي تحطه في المالتي باد؟ كيف تدخل المقاطع في المالتي باد؟ معلومة بسيطة قبل ما نبدأ الشرح، الكيبورد اللي ياماها ما بيستقبل منك اي شيء تدخل عليه الا صيغة الويف. احفظ معي صيغة الويف، يعني اذا بغيت تدخل مقاطع موسيقية او تدخل اغنية او تدخل اصوات هيومن مثل الزغروطة او ايها، لازم تحولهم عن طريق برامج كثيرة ترانسفير الى ويف، بعدين راح يقراها. كيف الحين كلكم تعرفون اخر مقطوعة نزليتها اسمها نقطة بيضاء، انا حوليتها ويف وبدخلها الحين في المالتي باد. تيجي عند منيو، تروح منيو رقم 2 عند مالتي باد كرييتر، يعني تصنع المالتي باد، تطلع لك الصفحه هاي في الميدي. الميدي اللي هو الاصوات العاديه اللي انت تعزفها في الكيبورد. في شيء تحت اسمه اوديو لينك مالتي باد، تضغط عليه تطلع لك الصفحه هاي. يس، نعم، دق اوكي. شوف فتحت معاك. طبعا انا حاط اليو اس بي وفيها الاغنيه اللي هي نقطه بيضاء. تضغط على رقم واحد، خلاص تضغط على رقم واحد. شوف تفتح معاك الصفحة هاي، يعطيك وين من وين تبغي تاخذ الموسيقى، من وين انت مخزنها. انا مخزنها في اليو اس بي. هذه هاي الفايلات، هذه وايت بوينت نقطة بيضاء، شوف ويف، مع اني انا حاطنها نفسها ام بي 3 بس ما يقراها، قرا الويف. اختارها، لاحظ معايا الحين هني في رقم واحد مالتي باد قام معاك يلمض، معناته ان هي ويف. تطلع معاك اللمضه هذه، بس تضغط على واحد وهو يوم ما تسوي اي شيء غير انك تضغط. اسمع معايا الحين هاي الاغنيه، تخيل اغنيه كامله في المالتي باد، دخلت المالتي باد. طبعا في ناس يحبون يقطعون اغاني، يسوي كات حق اغاني معينه، صرخه او اغنيه. شوف اغنيه كامله في المالتي باد، اوقفها ستوب، اشغلها مره ثانيه، اشتغلت معايا. خلاص بهاي الطريقة انت تدخل اي مقطع. كيف تسيفهم؟ طبعا خلاص تطلع من هني، خليت هني في رقم واحد، خلاص تطلع اكزت. لما تعمل اكزت يرجعك على الصفحة الاولى. شوف هذه وايت ويف، طلعت معاك في رقم مالتي باد رقم واحد، وتقدر اثنين وثلاثة واربعة بنفس الطريقة. في كلمة سيف هني، تسيفها وين؟ تبغى تسيفها في اليو اس بي ولا في اليوزر؟ اذا سجلتها في اليوزر لازم ما يشتغل معاك الا لازم تكون الفلاش ميموري معاك الام بي 3. وحتى لو بس اذا حطيتها في اليوزر، يعني ما بحين اخزنها في اليوزر وتروح انت شايل اليو اس بي، ما راح تشتغل معاك المالتي باد. ليش؟ لانها ويف، هذه مش ميدي، الميدي فقط اللي يشتغل معاك بدون هذا. فانا بخزنها في وين؟ في اليوزر مثلا، بحطها هنا في اليوزر، سيف، سيف هير في اليوزر، اسمها نيو بانك، بحطها تي تي تي. شوف معايا خلاص طلعت. ارجع مره ثانيه الحين في اليوزر ني المالتي باد، شوف معايا موجوده، موجوده معايا. شوف هذه الاغنيه، ادق شوف. لكن اذا رحت، شوف اذا رحت وشليت اليو اس بي ما راح تشتغل معك. شوف لاحظ معايا الحين هني، جيت عند المالتي باد مره ثانيه، موجودة الأغنية في اليوزر، لكن لما أضغط عليها شوف ما تشتغل معك. تعال معي بالكاميرا هني، شوف ما تشتغل معك لأنها ام بي، لأنها ويف، لازم تكون موجودة اللي هي اليو اس بي. لكن الأشياء الأصوات العادية اللي هي من الكيبورد بتسجل بيانو وما بيانو، هاي الأشياء هذه راح تشتغل معك في اليوزر. إذا الويف ما يشتغل معك إذا حطيته في اليوزر إلا إذا الفلاش ميموري موجود في الكيبورد. وإلى اللقاء مع معلومة ثانية.